أمي، بس حاولي تتفهمي الوضع. المكان اللي رح روح عليه محتاجين لأساتذة مثلي. قبل ما سافر هديك المرة كمان اتضايقتي هيك، بس آخر شي تعودتي. هاي المرة غير، هاي المرة ما عم تروح، عم تهرب. ليش سكتت؟ عم اكذب؟ اعترف بالحقيقة، قول انك رح تترك عيلتك وتهرب بس مشان وحدي. قول يا امي انا رح عاقبك الك بسبب كل شي صار. اللي رح تستني شهور وسنين طويلة كتير لحتى انا ارجع لعندك، وانتي رح تتعذبي بس لازم تتحملي. يلا قلي. الله لا يوفقها ولا يسامحها لهالحية، لك خربت حياتنا وقاعدة. اسكتي ولا صوت أسيل. الحق مو على سارة، الحق عليكي. رديت عليكي وجبتها هي وجوزها تسكن جنبي وحطيتها جوات عيونه طول الوقت. ابني بسبب الشي اللي سويناه عم يتعذب. صدقيني إذا سليم راح، بحياتي كلها، بحياتي كلها ما رح أسامحك أسيل. حطي هالشي ببالك. كان ناقصني. ألف الحمد لله على السلامة. المهم انه علي ما صار له شيء، والباقي ما له اي قيمه عمو عثمان. يعني بالنهايه الجرح بيطيب باذن الله. خلال كم يوم بوقف على رجلي مره تانية وبنط مثل القرد. ان شاء الله ابني، ان شاء الله. بس انت شكلك مو رايق ابدا عمو عثمان. شو بدي اعمل؟ ابني سليم تطوع بمهمه وراح يروح على افريقيا، ولما دريت امه قيمت القيامه. اي هذا قلب الام، ما بدها تبعد عن اولادها بنوب. الاستاذ سليم شو له شغل بهيك بلاد غريبه؟ شو هالطبع تبعه هاد؟ والله يا ابني ما عاد عرفت اذا هالشغله من طبعه ولا في سبب تاني. سليم من يوم يومه هيك بيقرر لحاله وما بيرد، وبيصر على الشيء اللي شايفه صح، وبيركض ليساعد كل المحتاجين. وهي الاماكن ما خرج أن الواحد يروح عليها أبداً، بس قال محتاجين خبرته هنيك، قام راح اتطوع بهالمهمة. برافو علي، هاي بطولة. يعني نحن عم نشوف وضع هدول الأولاد بالتلفزيون. هدول ناس مثلنا وبدهم مساعدة. علي أكيد كمان رح يزعل، بس يعرف هو كتير بيحبه للأستاذ سليم. صحيح، بس يا عمي الواجب أهم من كل شي بالدنيا. وانت كمان لا تتضايق كتير لأنه ابنك رح يروح على أفريقيا يا عمو عثمان. خير سارة، انت منيحة؟ ايه منيحة، ما صار شي. طيب وامتى رح يسافر؟ ما حكينا بهالموضوع، بس هو بلش يضب اغراضه يعني بهاليومين على الاغلب. الله ييسر له طريقه ويفتح بوشه يا رب، ويبعد عنه كل المشاكل والمصايب ويرجع لكم بالسلامه. امين امين يا رب العالمين. لكان رايح يا ابني؟
إذا الله راد عمي. أنت مرتاح لهالشغلة؟ ليك يا ابني، أنت ما عم تروح من حارة لحارة ولا من مدينة لمدينة ولا من بلد لبلد، أنت رايح لغير قارة. فكرت منيح بهذا الموضوع؟ شو؟ أنت متأكد من قرارك هاد؟ الشيء الوحيد اللي متأكد منه إنه بدي أرجع مثل ما كنت من زمان. أنا بالفترة الماضية أعطيت فرصة للحب والعشق إنهن يبعدوني عن شغلي وياخدوا لي تفكيري. هاي الدنيا لازم نربح منها، وإذا ضليت هون بخسر. يعني أنت رح تهرب وتنقذ حالك؟ الإنسان إذا ما أنقذ حاله وحاول يتوازن ما بيقدر ينقذ الناس، مو هيك عمي؟ ليك سليم، إذا درت الدنيا كلها لتلاقي طريقك الصح ما بتلاقيه، كله عالفاضي، لأنه الشيء اللي بدك إياه أساسه بالقلب، رح تلاقي جواته الصح والغلط كمان. إذا بعدت من هالمكان كل هالمسافة شو بيتغير؟ قلبك رح يروح معك لهنيك ولا ما رح تاخده؟ إذا مثل ما عم تقول قلبك وعقلك رح يكونوا بعاد عن هالمكان ويرتاحوا، فلا تستنى روح. بس إذا ما مشت القصة مثل ما بدك، وإذا هالهروب يلي عم تهربه هو من نفسك وبس، فوقتها لا تحلم بالراحة هنيك أبدا. يعني إذا احترمت خبرتي هلأ وسألتني عن رأيي بالقصة، فبرأيي عود وفكر شوي لحالك. أنا بعرف ليش عم تهرب، وبعرف إنه هالشي اللي رايح تساويه هنيك شي كتير عظيم، بس لازم قلبك يكون سليم لحتى هجرتك تكون سليمة. إني أمنعك من هيك شغلة فيها خير وفائدة للناس فهالشي مو صح، بس لازم تعرف شغلة بالأول. بعد ما أنا شفت الزلمة اللي اسمه جابر صرت متأكد تمام إنه بنتي سارة مستحيل تعمل عيلة مع هيك واحد، وعرفت انه كان معك حق بشي اللي فكرت فيه. لا أعمي، لا، هذا الموضوع سبب لي مشاكل كتير وما عاد في شي لساوي. ما هيك يا ريت لا ترمي كلامي ورا